جود مورنينج. اليوم بلشنا نهارنا كتير بكير، الساعة 5 تركنا بيروت، يعني تخيلوا هي ساعة واعيين تنوصل على منطقة اسمها راس بعلبك. مش بعلبك، راس بعلبك يعني من بعلبك بدكن 3 ربع الساعة غيرهم. توصل على منطقة كتير حلوة، بتعرف قديش بحبها، صرت عامل فيها حلقتين اسمها راس بعلبك، قريبة من الهرمل وقريبة من القاع. منطقة روعة ونهار كتير طويل، هلا بتشوفوا صور، هنشوف عدة لايف، اذا لا الفيديو راح يكون بعدين اديتد على يوتيوب. خلينا اعرفكم على أمون زعرور، خلينا اعرفكم على فرن من الاهم بعتقد بالبلد، هيدي منقوشة التنور يلي كتير ناس يمكن مش ضايقتك، منقوشة التنور يلي كتير قليلة منها بالعالم. ما راح اخفف حكي، فرجيكم كيف المنقوشة يلي بتنلزق على الطرف وما بتقشط، كيف الزعتر اللي بنحط عليها بلا ما يتلي وين ما كان، هالسكيلز الموجودين. وعرفكم حسيت وجوزة والقعدة هون، الهوايات بشيلوا زلمة برد شوي بس الطقس كتير كتير حلو. يلا منقلع سوا. هلا شو بدنا نقول؟ خبرينا عنك، ناس ما بتعرفك، خبرينا عنك، شو اسمك، انت وين، كم سنة صار لك، شو بتعملي؟ انا قلي شي 30 سنة بهالمنطقة، بس مش شغل 30 سنة، قلي شي 10 سنين بس حتى النور، منقوشي خبز تنور. منبلش دايما بالخبزة السخنة. الخبزة السخنة خليني افرجيكم اياها. هاد الخبزة السخنة، اول شيء خلينا نفتحها، كتير بتكون رقيقة، بتكون رقيقة محمصة مزبوط، فيها بابلز كتير، اير بابلز كتير حلوين. اسمعوا قرشتها، بتخيلوها مع لبنة وزيت زيتون، روعة مثل الهواء، بتاكل فريش مثل الهواء عن جد. مش معقول، بيحرز المشوار حتى لو بدي اوعى الساعة 4 وبدي اسوق ساعتين. هيك نشوف شو اللي بيعملها هيك وكيف تنعمل. هلا هاي العجينة بعجنها من عشية، انا بحط لها ملح وخميرة ومي، بقوم الصبح بقرصها وبيجي على التنور بخبزها. سكر؟ لا لا لا، اهم شيء بتحضري النار على الحطب. قديش بدها وقت تحمى؟ يعني شي ربع ساعة تقريبا. ودغري بتحمى؟ ودغري بتحمى وبلش ونبلش نلزق. ايه. طب شو اللي بيخلي العجينة تلزق على الطرف؟ هلا شو اللي بيخليها العجينة الكارة؟ وما فيها ماء، لازم تكون عجينة ناشفة. العجينة ناشفة، ما بدي يكون عنا عشية. طبعا انا برقها من الطحين. هذا التنور يلي هو معمول من حجر مثل ما شايفين، حجر ناري. ايه، المنقوشة بتكون على الطرف، نار من تحت، الهب يلي بيجي بيضرب العجينة من قدام، والحجر المسقع. ايه، بسكر الكار. هذا الكار شيء. وبيطلع رسمة الحجار عليه. هيدا قفه، هيدا وش. طيب الزعتر انت بتعمل زعتر جبنة ما بتعمله؟ بلا بعمل جبنة، بس هلا على التنور ما بتزبط الجبنة. اوكي طيب، هيدا نفرجيكم كيف نعمل زعتر. يلا شكرا، بيبعتوا لك سلامتهم من استراليا. اهلا وسهلا. في ست اسمها ماري بتحضرنا كل يوم من كندا، بتوعى بكير كرمال تحضر كل الفيديوز، فبتقول لك مرحبا من كندا. ولك اهلا وسهلا فيه، والله تفضلي كلي منقوش. من كندا عم تقول لي العجينه بتنقش على الايد، بنحط عليها زعتر، بنحط على كارة صغيرة، كارة صغيرة مع ورقة طبعا تلي الدين الزيت، بتنقلب بالقلب إذا انتبهتوا، وبتنضرب على الطرف. بس بخبركم إنه الهب اللي موجود هون، إذا عم بتشوفوا كمان الدخنة تبع الخشب اللي عم تطلع لبرا، إذا بتاكلوا منقوشة على التنور لازم تقولوا له ميرسي للي عم بيعملها ألف مرة، لأن الهب يعبي بالوجه اصلا، لانه الحطب ما بيضار مثل المازوت والغاز تقريبا صحي يعني. هو
خبرينا اي ساعة بتفتحي لأي ساعة بتسكري؟ أنا هلا فتحت على زيد على الساعة 5 ونص أقرص عجين يعني أسوي العجينة بفتح على 7 تقريبا بسكر على 11. من وين بيجوا لعندك؟ من وين إجا ناس لعندك؟ تقريبا من الهرمين من العين من الراس أكثر شيء يعني متعاملة أنا وأهل الراس أكثر شيء أهل جديدة يعني أهل المنطقة تقريبا في منهم بياخدوا على بيروت مش إنه بس لهان يعني. ساندرا عم تحضرك من اليابان. وعندك خليل من سيدني ما بيقفي ولا حلقة وكتير مبسوط ووعدني يجي على لبنان تيجي يزورك. أهلا وسهلا فيه. أهلا وسهلا فيه. كل واحد بيجي لعنا. طب خبرنا. أنت هون شو بتعملوا؟ قديش بتخبر؟ عرفنا عن حالك أول شيء. أنا جوزة لأمون أول شيء. ثاني شيء مساعدها برق الا بحضر لها برق الا شوي مشان تقدر هي كمان ترقى مزبوط وتلزقها على التنور. انت منك شايف هلا هاي اول مره بشوفها. واو واو. The moment of truth. اخذنا صوره بعد عم تعمل بعد الصوره للثانيه. عم تقشع قديش حلوة رقتها نفختها صغيرة يعني مرتاحة نفخة مظبوط مبينة انها مخمرة مظبوط. هول البابلز ما بيطلعوا لكم الا على المنقوشة هي كلهم زين هيدا البابلز ما بيطلعوا لكم الا على التنور لانه النار بتضربها من برا مثل ما قلت وعندكم حماوة الحجر يلي بتضل معلمة حتى الزيت تقريبا يروح منها يعني والزيت بينزل بنقط لتحت قرشة ولا اروع من هيك مثل البرشينة بتفقش هيك تفقيش اسمعوا اسمعوا يا جماعة عبالي تشوفوا قديش الاير بابلز الريحة تبع العجينة زعترات حادين كتير كتير طيبين كتير نضاف سمسم غني لونهم حلو لبنة زيت زيتون ما بعرف طعمة الأرض ريحة الأرض نوستالجيا اللي كل واحد مش عايش بلبنان عم بيحسها أكيد أنا بفهمكن وبعتذر عم بحرك لكم مشاعركن one of the best ever ما عم بعرف فسر مش عم بطلع كلمات يعني عن جد مع الطرف المقرقش المحمص المحروق او ماي جاد كريم كول لازم نصور واحدة اهلا وسهلا فيكم مرحبا اذا عم تلاقونا هلا نحن بلبنان الساعة 7 لربع وصلنا على راس بعلبك مشوار ساعتين تقريبا من بيروت بعينا كتير بكير توصل لهون فرجيكم التنور المنقوشة على التنور تعمل أمون بس زعتر وخبز اهم شيء الخبز اللي هو فريش كل الناس تجي تاخذ من عندها والزعترات على الطلب بتكون مسكرة على 11 ماكسيموم تعوا بكير تاكلوا لقمة غير شكل خلينا فرجيكم نحن وين طلع الهوايات الشمس عم تطلع كتير حلوة الشمس بمنطقة بعلبك من هيك يمكن عملوا الرومان او الفينيقية ما بعرف مين عمل قلعة بعلبك كل واحد بتشير الهوايات كتير حلوين برود الحرارة تقريبا شي 13 هلا وهيدا الكيوسك الصغير اللي شايفينه هون كيوسك زغطور ارما ما فيه بعيد شوي عن الطريق العام موجود على جوجل مابس زدته على جوجل مابس وهيك بس اسمعوا صوت الطبيعة والرواق for a minute
منقوشة بإيدي، ما رأيك مش تراب؟ العجينة بتنقش؟ مش قصة بترق، مش بتنقش. ايه بترق، مش بتنقش بالاصابيع. ايه بالاصابيع وقت زعت فيها منقوشة. مزبوط، فيها طحين ملح وخميرة بس بتريح وطحين تنعمل قبل، وطحين قمح اكيد تنعمل قبل بنهار. لا من عشية بالسهرة، باخر السهرة بجنها بتضل لصابح الساعة 7 طيب بنبلش فيها بالخالص. كم سنة صارلك تشتغلي؟ الي هلا 10 سنين وشوي. وانت تعلمت قبل كده تعملي بالبيت اكيد؟ لا لا، امي ايه تخبز بالبيت، حرمة كبيرة تبقى تخبز بالبيت، نساعدها نحن نضل. تعلمت هاني وقت. أمون تعمل بس عطر. في ناس بعمل جبنة بس مش على التنور. بل عصاج. عصاج. كيش. في ناس تعمل جبنة على التنور بس صعب شوي لأنه الجبنة لازم تتسكر تما جبنة تبقى لبرا. يعني مثل ما قلنا هي. هلا تقريبا كمان بيجيبولي هن اهل الراس، يعني اهل المنطقه هاني بيجيبولي الكاشك الزعتر، في ناس هن بيجيبوا من عندهم يعني مسوي لهم اياه مش انا بس. الياس شوي فاتي، ثانك يو سو ماتش. شو بدي اقول لك، الياس شوي فاتي عم بيحضرنا عم بيقول لنا ثانك يو وبعث لنا فيري بيج واو ثانك يو الياس، ما في منك. اسمعوا صوتها، صوت الخشبة، التخبيطة تبع الخشبة تنهدل على الإيد. وبعدين بالفرن الهب اللي طالع منه وبتنضرب على الطرف. بدا مع المية، أنا أول 2-3 ضربتهم وجبتهم بالنارات يعني. طبعاً هي بدها معلمية كل شيء. أمون خبريهم كيف أول ما تعرفت علي كنت تستحي وما خليتيني صورك، وكيف اليوم صرنا كتير أصحاب. لك يا عمي إيه طبعاً، ما هو الواحد كمان بيخجل أو شيء، ما أنه ماني معودة حدا هيك يجي يصورني أو شيء، ماني متعودة. هلا صارت تسأل عني وينه تبع بيروت ما أجا. طبعاً. يا عمي أهلا وسهلا فيكم، بيت بيتكم تنور تنوركم. عزميهم لك من كل اللبنانيه اللي كل اللي بيجوا يلي صار لهم كثير زمان ما اجوا على لبنان وهلا المطارات مسكره ومشتاقين لبنان، عزميهم يجوا لعندي. طبعا لازم يجوا يعني، بس تفتح المطارات لازم كله يجي، كل المغترب يجي. اهلا وسهلا فيهم. يعني ما عم بلحق على البلدان يا أمون، في عندك البرازيل، عندك السعودية، عندك كل بلدان العالم، أنت اليوم انترناشنال. الخبزة قديش بتضاين إذا حدا بيجي يخدها على البيت؟ بقول لك تقريبا بتضاين أكثر من جمعة، بس بدك تحطها بالفريزة طبعا، لأنه طحين القمح إذا بيطول كثير هو طيب، مش انه بس بغير شوي انه بلقمته بصير هيك بتحد، بس بتحطه بالفريزي بضل شهر. اوكرانيا، باريس، فرنسا، المانيا، مصر، كل العالم مشتاق للبنان. طيب بهالوقت طالما لايف خلينا نعرفكم على الياس ويخبرنا الياس ليش نحن براس بعلبك وشو رح نعمل اليوم. الياس هو جبنا على راس بعلبك، لا قصدي انا سائد فيه على راس بعلبك، هو نايم كل الطريق. خبرنا نحن وين اليوم وشو رح نعمل. نحن بالراس اليوم بدنا نطلع نعمل جبنه معزه بلديه، بدنا نصور كيف بنعمل قريشه كمان، بدنا ننزل على الفارم على السهل على مزرعه الزعتر وعلى الفارم مطرح ما حاطين المعزه والغنم نصور شوي ونشوف الدجاج كمان كيف فري رينج، كيف عايشين على الطبيعه 100%، وكيف نعمل برودكشن تبع الشيء النادي وكيف نوصل المدينة على الشوب. وكمان بدنا نعمل كزدورة بالمنطقة، أكثر من نقطة بدنا نقطع عليها. هاي الترويقة ناطرتنا. ايه هاي الترويقة.
راح نكفي من هون. ما فينا اعملهم كلهم لايف، ما فينا اعملهم كلهم لايف، بس هو نهار زراعي بامتياز. هو نهار راح نفرجيكم الزراعه باك تو دروتس لبنان، كيف كل العالم عم ترجع على الزراعه. راح نشوف البيض البلدي، الخضره البلديه، الزعتر 100,000 متر مربع زعتر بلدي، وان شاء الله بتوزع على كل بلدان العالم. راح نفرجيكم كيف فيكم تعملوا جبنه بالبيت. يعني الياس اخذنا اليوم عنده على البيت، بحيالة محل فينا ارجع افرجيكم لايف فينا، اذا لا عم نصور كل شيء وبيرجع من خلص الانترنت بعد عم نصور. اوكي عندنا مشكله كونكشن اليوم سوري، فبنرجع بنعمل فيديو على يوتيوب عشية بترجعوا بتحضروه وبتحضروا معنا. اذا ما حضرتوا امبارح لايف برجر one of the best episodes ever بليز رجعوا احضروه، ويلا انجوي لبنان، حسوا شموا ترابوا للبنان. قديش فيكم تعيشوا معنا الاكسبيرينس؟ يلا انا يعني شو بدي لكم، أمون عنده 2 فيديوز على يوتيوب، اذا ما حضرتوهم قبل فيكم ترجعوا تحضرون بهالوقت. يلا بدكم تتروقوا نرجع نفرجيكم تفاصيل. ناطرين على الترويقة؟ يلا نحن رح نقلكم باي، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بخبز التنور. اول مرة بعتقد نعمل لايف او بتشوفوا لايف التنور كيف بينعمل على الطريقة البلدية القديمة. رح نكفي برمتنا على الترويقة، وحلقة راس بعلبك الزراعية بتكون بلشت اليوم. stay tuned، برجع بنشوف او برجع ملتقى بعد شوي او بتشوفوها بأدت اليوتيوب فيديو اليوم عشية. شو بتقولون لكلهم؟ اهلا وسهلا فيهم وشكرا اذا عم يحضروني. شو بدنا نقول لهم؟ ان شاء الله بتفتح المطارات وكله بيرجع على بلده، واهلا وسهلا لانه بقى طبعا اكيد بلده لبنان، يعني بده يرجع. مش احلى بلد بالعالم؟ ايه والله احلى بلد. في احلى منك؟ ما في. لا والله. يلا صعوبات شوي وبتقطع. يلا يس ترويقه؟ يلا على الترويقه. مين ناطرنا؟ المختاره. المختاره. ليتس جو. Goodbye. Thank you. Stay tuned. Have a super great day. Keep smiling. Enjoy it. كانت السيارة روحتنا. وبرجع بشوفكم بعد شوي.